مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم انا وصاحبي الحيوان. من خلال حلقتنا ديال هذا اليوم غادي نسلطوا الضوء على الطيور، ومن خلال حلقتنا غادي نجاوبكم اكثر على التساؤلات ديالكم. بقاو معنا. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد، وهذه المره مع العصافير. للعديد منا كيبغي يكون عنده هذا انواع من الطيور في المنزل ديالو. عده اسئله كتراودكم مشاهدينا في الذهن ديالكم، بحال كيفيه معرفه جنس العصافير. كاين بحال شكل مندغه كيتعرفوا من السر ديالهم، تكر كيكون السر ديالو كحل، نتوه كتكون سامبل لون واحد. وكاين لي زانسيبارابل كيتقلبوا، هذوك لي زان سيبار كيتقلبوا بحال شكل الحمام، ما كتعرفوش بالشوفه. وكاين لي بيغوش كيتعرف غير من النوني، كاين تكال نيفو زرق ونشوى نيفو ابيض معروف. وكاين لي كناغي، كناغي هو اللي كيتكلم، تكر هو اللي كيتكلم، النسوة ما كتهضر ما والو، سكوت هي، هذا اللي كاين. وكاين لي كالوبسيت، كالوبسيت كيتعرف غير من الفاز، كيكون تكر كيكون عنده احمر فونسي، والنسوة كتكون باشا داك التحامر ديالها. هادو كاين لي كناغي، كاين المقني جاردوني كيتعرفوهم من التحامر، التحامر كتكون فايته العين، كيكون من الجن واحد ديالها كيكون كحل، لا شاب حاجة. دابا ملي تعرفنا اكثر على العصافير، جا الوقت نعرفوا اشنو يمكن لينا نعطيوه في الوجبه ديالو. على حسب الطير، حيت كل طير الماكله ديالو على حسب النوع. كاين بحال دابا مونداغا ماكله ديالها بوحدو، كاين لي بيروش ماكله ديالو بوحدو، كاين لي زانسيبارابل ماكله تقريبا بحالو بحال البيروش، وكاين لي كالوبسات تقريبا ماكله ديالهم بحالهم، وكاين انواع لي كل حاجه وماكله ديالها، فهمتي؟ مره مره بحال دابا لي مونداغا، لي مونداغا كياكل زوان طويل مع البيك ديالهم كيكون طويل، كياكل غير زوان طويل. بحال لي بيروش لي زانسيبارابل كيكون بيك ديالهم ضير، كياكلوا بحال الزوان ضير، والزريعه الكحله نوار كياكلوها مزيان، ما يقدرش يعطي الماكله اخرى، مازال يعاون شويه بال الخوص النعناع شويه الديسير بحال ما كان مره مره تعاوني به، ولكن الماكله ديالهم الزوان ضروري. بالنسبه لانواع الطيور فهي كثيره، اجيو نتعرفوا عليهم اكثر. كاين لي موندارا، كاين لي زانسيبارابل موندارا، كاين انواع في لي موندارا بحال الاكزوتيك، كاين موندارا، كاين كولومب، كاين بادا، كاين انواع بزاف. وكاين لي زانسيبارابل، كاين لي بيروش، لي زانسيبارابل بحال بيروش ماكله وحده هما كياكلوا الزوان الزريعه كحله مزيان. وكاين لي كناغي، كاين الكالوبسيت، كاين لي بيروكي، كاين لي غابون، كاين ارا، كاين الحمام بيجو، هادشي اللي كاين اللي كيتمشى شويه بعدا. من الضروريات قبل ما نقتنيو عصفور من الواجب ناخذو ليه قفص. انا بغيت نعرف لي زاكسيسوار شنو نشري ملي تكون عندي انكاج على قبل الطيور. على حسب الفرخص، على حسب الطير اللي عنده، الا كان عنده لي بيروش كيدير فيه البراكه ديالو فين كيولدوا داكشي، والشرابات ديال الماء، الشرابات ديال الماء والمعايير فات ديال الماكله، هادو هما اللي خاص. والا كان عندك لي كناري كديري العش ديالو هو داخل، ماشي ديال البيروش، هذا ديال لي كناري كيركب ليه داخل، كل حاجه على حسب الطير اللي عندك انت. بالنسبه للنظافه ديال الطيور، فاللي ما كيعرفش الجميع هو ان العصفور كيبدل الريش ديالو. هما مرة في العام كيبدلوا الشعر ديالهم في الصيف، أغلبية في الصيف ملي كيسخن الحال كيدخلوا البدالة كيبداو يبدلوا الريش، تقريبا شهرين كيبدلوا فيها، صاد مرة في العام. وملي كيكونوا كيبدلوا في الريش ما كيخدموا ما هما كيبيضوا ما كيتجاوجوا ما هو، على حساب هما ملي كتشوفي الطير الطفار ودوار شوية كتقطعيهم ليه، ها بالمقاس عادي، مقاس ديال الطفار كتقطعي ليه شوية، كيبان لك داك العرق ديالو أحمر كتفوتي شوية وكتقطعي.
إذا المشاهدين وصلنا لنهاية حلقة برنامجكم أنا وصاحبي الحيوان، ومن خلال حلقتنا تعرفنا أكثر على الأنواع ديال الطيور، وتعرفنا أكثر على كيفية معرفة جنس ديال الطيرة. مشاهدينا كنقول لكم موعد في حلقة جديدة بحول الله مع حيوان جديد. تبقوا على خير.